الآن من محافظة كفر الشيخ إلى محافظة الإسماعيلية لنستمع لشيخنا علي محمود شميس القارئ الحسيس الذي نسعد به أيضا بتلاوة قرآن الجمعة والفجر بالإذاعة المصرية والتلفاز المصري والعربي، ومعروف بإتقانه وجميل بإخلاصه. أسأل الله له التوفيق فليتفضل مشكورا. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل من ملل الهدى غراه، فالدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاه. يا سيدي يا رسول الله، ما أساء إليك مسيء إلا ودافع عنك رب العالمين القائل في محكم آياته: إنا كفيناك المستهزئين. يا من أسأت برسم في مشفعنا شلت مدى التاريخ والدار كفاتا، يا من أسأت برسم في مشفعنا شلت مدى الدهر والتاريخ كفاتا، كيف اجترأت على خير الورى سفها، كيف اجترأت على خير الورى سفا مؤت بخزي وعار كذابا وافاكا. ان رسول الله لنور الكون اجمعه، ولكنك حجبت عن النور عيناك. في ذكرى مولد الحبيب هيا بنا لنعود الى ساحة القرآن، وارى من الاحبة كل حبيب فضيلة الشيخ عمرو مرعي والاستاذ محمد صبحي خضر. هيا بنا لنستمع للقارئ الحسيس شيخنا علي محمود شميس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي مثل الجنة وقولوا هذا
تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين
عليك يا ابو شميس يا ولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اوخ الله
شهداء صار على سيدنا
والله ما تبقى نفسك. رد قول إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به من قبل
بالك لكل مقام مقام. ربنا حل مقامك يا رب وحضره النبي وحضره فيك النبي يا رب. ادعي النجاح ان شاء الله. الله يبارك في امك. اللهم اعز وجل. وما كان لرسول ان يأتي بآية إلا بإذن الله. ليه الشرف ابوس دماغه؟ اه والله العظيم ده القرآن من اهله يا ابو الشيخ علي. كمان يا حضرة الشيخ علي بالصلاة على حضرة النبي. حد اللي عندي وصلنا. القرآن الكريم من رب العظيم. لكل أجل
عندك اخلاص يا عم. يا الله. عندك اخلاصين وثلاث اخلاصات كمان والله. صلى على النبي. ثلاث اخلاص التلاوة. يقول يا جليل كتاب الله للقرآن هدى وتجويد الكتاب الله يسعى لك.
أحببت عباد الله فأحبوك، لو وضعت لهم فأفعلوك، وفي قلوبهم أشكلوك. صلى على سيدنا النبي.
والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى الذين من قبلهم
وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. الرحمن الرحيم.
الحسنى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الله الذي
وما أرسلنا
صدق الله العظيم. في تقلب بين المدني والمكي ومن عائلة ألف لام راء المباركة استمعنا إلى ما تيسر من آيات سورة الرعد وسورة إبراهيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس قارئ الاذاعه والتلفزيون وعلم اعلام محافظه الاسماعيليه. من هنا من الساحه المحمديه الالهيه لشيخ الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن بدوي وشيخها الراعيها الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بدوي. ايها السادة باسم الاسرة الكريمة اسرة الساحة اسرة الخيرات اسرة النفحات اسرة التجليات اسرة حب آل بيت سيد الكائنات اشكر لكم جميعا عمدتكم السلم الحاج علاء نعم الرجال السيد المستشار وليد القناني الذي سبقت شخصيته الناجحة كذلك الاستاذ حماد الشيخي استاذ عبد الرحمن احمد الدين واذا ذكرت الدين تذكرت مجد الدين للأمسية قائما بالتنظيم والترتيب فضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد الكروان الذي سوف يسعدنا الليلة كتب أقطاب أهل القرآن الشرقية كذلك اشكر لاخي الحبيب شيخ عاطف موسى والحاج علي الزهد اشكر المتالي الشيخ كامل العجوان شيخ عمر الجنبي كذلك اشكر الحاج ناصر فوزة واحمد فوزة ابناء زاوية النجار